قسنطينة هي مدينة العلم والعلماء، هي مدينة الحضارة، مدينة ذات علاقة، مدينة ذات أصالة، موقعها موقع استراتيجي بها تضاريس مختلفة، تتميز عن سائر المدن بأنها مدينة الجسور المعلقة. قسنطينة بها 13 جسرا، منها جسر المعلق اللي هو جسر سيد المسيب، الجسر الصخري اللي هو يعتبر أطول جسر صخري في المدينة وهو جسر سيدي راشد، ثم جسر المصعد، مصعد ملاح سليمان الذي يعتبر أبها في الصنع والإتقان. استطعت من خلال زيارتي لهذه المدينة القسطنطينة أن أتعرف على حضارة قديمة، استهوتني تلك الجسور المعلقة، استهوتني تلك الأغوار والغيران التي تحت الصخر، استهوتني أيضا تلك البساطة التي يتمتع بها الشعب الجزائري. كل شيء ألهمني، الجسور شعرت أنها هناك قبلات متروكة على هذه الجسور، وكأن هذه الجسور شيدت في يوم من الأيام لتشهد قصص حب كثيرة. مدينة قسنطينة وهي مدينة مهيئة للحب، من يأتي إلى قسنطينة يجب أن يغادر مع قصة حب كبيرة.